السلام عليكم، معكم منصف بائع السمك هنا في ميناء سوق السمك ميناء مهدية بالتقسيط. وعندنا اليوم الرواج مع مناسبه رمضان وداكشي، كاين الاثمنه مناسبه كيف ما ديما تعرفون الكليان ديالنا، وكاين الطراوة والحمد لله حتى المارشي ولا دابا في حله جديده كما تشوفوا دابا في المارشي ولا حله جديده، درنا له شي اصلاحات وداكشي شي ترميم، والحمد لله المستقبل ان شاء الله يكون داكشي مزيان على خير وبخير ان شاء الله. والاثمنه مناسبه بالنسبه للحوت، كاين الكروفات كاين الميرنا كاين السول كاين كروفات كاين كالامار كاين الميرنو، كاين اثمنه في المتناول والطراوه كاينه والسلعه مليحه وهذا الشيء اللي كاين. ومرحبا بالزبناء ديال القنيطره ومن غير القنيطره والزبناء ديال المغرب كامل، حنا تنتسناوهم بالابتسام والبساطه في الكلام وان شاء الله يكون على خير ومرحبا بكم. اجواء مزيانه، باقي ما كاينش هذه الايام مزيانه، الاجواء مزيانه ما كاينش هذاك الفوضى وداك الشيء، باقي داك الشيء ترونكيل وداك الشيء. تنحاولوا ما امكن تنخدموا مع السلطه هنايا تنبلغهم الا كانت شي فوضى ولا شي حاجه باش يبقاو اتصال بيناتنا وداك الشيء، وتاهي الحمد لله خدامين معنا، السلطه تاهي خدامه معنا وهذا الشيء اللي كاين. هذا الشيء غادي على خير وبخير ان شاء الله والحمد لله على 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 امين الامام رئيس جمعيه تجار سوق السمك ميناء مهديه. الحمد لله كنتو سولتوني على التوافد ديال الناس للسوق، الحمد لله تنشوفوا ان الناس تتوافد على سوق السمك ميناء مهديه، الوفره ديالو على الاسماك والتنوع ديالها والاثمنه اللي معقوله. مثلا بحال الميرنا عندنا 60 درهم، عندنا السول 70 درهم، عندنا الكالامار 115 درهم، عندنا الكروفيت 100 درهم، يعني اثمنه معقوله، يعني هي اللي تتكون السنه كامله، يعني ما شلناش ارتفاع ديال الاسماك ولكن شلنا توافد ديال الناس على السوق ديال السمك ميناء مهديه. المصدر ديال الاسماك هو السوق المركزي ديال الجمله ديال المهديه، والحمد لله الا كان شي سمك مثلا قليل عندنا او ما كاينش او مثلا عليه الطلب وسميتو تنقتنيوه من مناطق اخرى قريبه لينا مثل المحمديه مثل مونيبوس الهام، تنشوفوا يعني نشوفوا مثلا باش نوفروا للناس جميع الاسماك اللي باغينا. وشكرا. فريق بائع سمك في سوق المهديه، الحمد لله الاجواء في هذا رمضان تبارك الله كاين الخير ديال مولانا تبارك الله، والثمن مناسب، شويه اللي ميرنا شويه زياده فيها واحد 10 درهم لكن ماشي مشكل، مليحه حاجه مزيانه ديال المهديه بيور. كاين القمرون كاين تبارك الله السول كاين القرب كاين الشربو كاين الباجور الحمر كاين الكالامار، اثمنه مناسبه الحمد لله في سوق السمك ديال المهديه. مثلا كاين الميرنا ب 60 درهم كما قلنا 60 درهم، السول حرش 70 درهم، سي بي 60 درهم، كاين الشرغوب 70 درهم غلايط تبارك الله، قرب 70، الكروفيت طاح تبارك الله طاح راه 100 درهم داير، الكوكروج باجو حمر 40 درهم، القرب صغير 50 درهم، يعني اثمنه مناسبه. عندنا لي سبادون حتى هي، لي سبادون دايره ثمن مناسب 100 درهم لي سبادون حره، الثمن ديال سائر الايام ماشي على زعما رمضان، لي سبادو حره دايره 100 درهم، كالامار حتى هو 100 درهم، كروفيت وعرق 100 درهم حتى هو، اثمنه مناسبه الحمد لله. الرساله ديالي مرحبا بكم في سوق سمك مهديه، والاجواء كما كتشوفوا تبارك الله كاين ما يتشاف كاين ما يتشاف كاين ما يدار كاين ما يتشاف، مرحبا بكم. السلام عليكم، الاسم ديالي بوجمعه، بائع السمك في مارشي المهديه في التقسيط. عندنا الحوت موجود الحمد لله متوفر، اللهم لك الحمد، كاين اثمنه مناسبه في المتناول للجميع، اللي بغى الحوت الثمن ديالو طايح راه كاين، اللي بغى الحوت شويه زايد راه كاين، والحوت راه زوين وثمن مناسب. عندنا الحوت يطلع من المهديه من الماء من البحر، عندنا هنا كنحطوه كنبيعوه وثمن زوين. كاين الكروفيت 100 درهم، كاين السيبيا ب 80 منقيه، كاين السيبيا عامره كنبيعها ب 40 درهم 45 درهم، كالامار ديالها 100 درهم، كاين القرب 85 70، هذا هو الجد ديال الحوت، والحوت راه زوين والثمن مناسب، اللي بغى الحوت مرحبا به عندنا في المهديه، ها السردي حتى هو موجود. كاين الكروفيت ها هو، كروفيت ديال 100 درهم، كروفيت مليح، كاين الكالامار دايره 100 درهم، كيبيعها 120 100 درهم، كاين السيبيا راه دايره 80، المهم الحوت راه زوين واثمنه زوينه، كاين لا دورات مليحه. كاين الباجو ها هو 35 درهم شي 35 درهم، كاين القرب صغير ها هو كيدير 50 درهم 45، كاين السول كدير 60 درهم، السول مليحه ديال البلاد ها هي شاحيه،
الثمن زوين اخو مرحبا. ديالي هو السيح الميلودي رئيس الجمعيه. تسولي على حساب الاثمنه ديال الحوت. كاين الاثمنه اخويا. كاين الاثمنه. الميره دايره 70 درهم. الكرويتر 100 درهم. السم ديال 20 درهم. الشطون 30 درهم. بحال دابا التيربو داير 100 درهم. الصول 100 درهم. البونتيه. هذه البونتيه 100 درهم. خويا كاين الاثمنه كاين الجوده كاينه. كاين الجوده. كاين الجوده. الرسالة ديالي هو تنشكر الناس اللي تيزورونا سمعتي وحنا راه الاستطاعة ديال أي هذا تنطلبوا من الله يجينا من هذا الوباء والله يستر سيدنا.